حرش النص نعتذر عن التأخير. يمكن لو الحضرات تقدروا تشرفوا على أساس أو تقربوا بدل ما يبقى العملية على أساس العدد يعني أقل شوية. الموضوع اللي هتكلم عنه النهاردة هو الاستثمار الزراعي المصري العاجل في السودان لحل جميع مشاكل مصر المستعصية. الأول عايزين نعرف ما هي مشاكل مصر المستعصية. للأسف إن إحنا إلى الآن ما إحناش قادرين نعرف ما هي مشاكلنا الفعلية. إيه المشاكل بتاعة مصر الفعلية اللي إحنا كلنا، إحنا كل حلمنا إن واحد يجي يحل لنا المشاكل من غير ما نعرف ما هي المشاكل الفعلية في مصر. المشكلة نمرة واحد وهي دي الأساس هو زيادة عدد السكان في مصر، ودي هي سبب جميع المشاكل اللي احنا بنعاني منها النهارده. منها ايه؟ البناء على الأرض الزراعية، أراضي الدلتا، مشكلة توفر المياه للزراعة وللإسكان والصناعة بزيادة عدد السكان وليس نقص حصة مصر من المياه. خطر تأثر حصة مصر مياه النيل ببناء سد النهضة أو الاستثمار العربي في شمال السودان. عدم توفر فرص في الاستثمار الزراعي في الدلتا لتفتت الملكية بالإرث سواء أراضي ملك أو إيجار، وارتفاع أسعار في الأراضي الزراعية في الدلتا وفي الأراضي حديث الإصلاح، وتغالي الحكومة وأخذ القرار في تسعير الأراضي وطرق تخصيص الأراضي للمستثمرين والتغالي في وضع أسعار الأراضي وحدودها مما يسبب في فوضى عارمة في التخصيص والتمليك. إلى الآن مفيش قواعد خاصة بنظم تمليك الأراضي الجديدة. اتجاه كثير من المزارعين لتغيير النشاط من زراعي إلى نشاط آخر، فإن المساحات المتاحة للملكية والإيجار لكل مزارع لا تكفي متطلباته، ولابد أن يبحث عن عمل آخر لتنمية موارده، أي أن هذا الوضع يسبب خسارة حقيقية في توفر المزارع الحقيقي وهو يمثل الثروة الحقيقية لمصر. اختفى المزارع. الخبرات المكتسبة في زراعة المحاصيل التصديرية وتصنيعية في مصر والتي من الممكن أن تؤدي إلى استثمارات جيدة للقطاع الخاص في السودان باستخدام هذه الخبرات المكتسبة. يمكن كذلك الأنشطة الخدمية في السودان حاليا ابتدت تفكر بالنسبة لإنتاج محاصيل تصديرية والتصنيف. إحنا قطعنا شوط كبير في تحسين اللوجستيات سواء بالنسبة للمواني أو للطرق أو للبنية الأساسية، وده هنقدر إن إحنا نستفيد بيه وخصوصا في وجود القطاع الخاص العربي في الاستثمار النهارده في شمال السودان. نمرة 9 البطالة في مصر وممكن بزيادة الاستثمارات المصرية والعربية في السودان توفير فرص عمل للعمال المصري. لو بنتكلم عن زيادة عدد السكان، احنا النهاردة تعداد مصر وصل 91 مليون وعايشين على 4% من مساحة مصر، يعني 4% يعني 40,000 كيلومتر مربع. الكثافة السكانية وصلت 2275 مواطن في الكيلومتر المربع في أراضي الدلتا ووادي النيل. لو احنا بنقارن الكثافة السكانية في مصر، الناس كتير بيقولوا لي الهند الكثافة السكانية بتحسب الكثافة السكانية على الأرض اللي فيها مصادر المية والمعيشة. بالنسبة لنا احنا في مصر الأرض اللي هي الأرض اللي بتنمي، احنا مصر هبة النيل، الأساس بتاعنا مية النيل. عندنا احنا مليون كيلومتر مربع واحنا عايشين على 40,000 كيلو. بتحسب الكثافة على الجزء سواء عندي ماء مطر أو أنهار أو أرض صالحة للزراعة. لما حسبنا الكثافة السكانية في دولة مثل الصين اللي احنا بنقول دول عدوا المليار، الكثافة لا تتعدى عن 350 مواطن في الكيلومتر المربع. نرجع للرقم بتاعنا احنا 2275 مواطن في الكيلومتر المربع، يعني اكثر من 4 أضعاف. الهند الكثافه السكانيه من 500 ل 600 مواطن في الكيلومتر المربع.
في مواطن في الكيلومتر المربع. دي الخريطة اللي هي العالمية بتاعت كثافة السكان زي ما حضراتكم شايفين، ادي مصر لونها بنفسجي. الخريطة دي أكبر كثافة فيها اللي هي اللي تحت ده، هي إن 500 مواطن في الكيلومتر المربع، إحنا بقى 2275 يعني أربع أضعاف. فإحنا واخدين اللون البنفسجي لو حضرتكم شايفين في أفريقيا في مصر فوق. فإحنا من أعلى الكثافات السكانية في العالم بالنسبة لهذا. لو تشوفوا كل البلاد التانية أقل من يعني. بالرغم من كده في ميزة إن إحنا في ال 40,000 كيلو ده في كثافة في صناعة. إحنا في الفلاحة بنزرع مرتين في السنة، يعني يمكن دي الدولة الوحيدة كلها، وكل الزراعة بتاعتنا مروية بالإنتاجيات في مصر الأعلى. في صناعة على ال 40,000 كيلو، بحيث إن إحنا نعتبر من أكبر الدول كدخل قومي بالدولار كل كيلومتر مربع. ما بنقولش ان احنا خايبين، لا احنا بننتج كويس. ده الكثافه السكانيه بتاعتنا، شايفين اللون البني بالمقارنه بكل دول حوض النيل الكثافه السكانيه فيها اللي هم حوالي 10 دول. ده يمكن الخريطه ان احنا عايشين على وادي، الدلتا فوق ووادي ضيق والباقي كله صحراء. احنا 4% احنا عايشين عليهم، و96% صح. دي صور بتاعت الكثافة يمكن تبان قوي مصر في بالليل. دي صور بالأقمار الصناعية بالليل، تشوف الحتة أكتر حتة في أفريقيا المنورة هي مصر. يعني النهاردة بنتريق النهاردة القرى دبست في بعض، بحيث إن ممكن واحد في قرية يطلع دراعه من الشباك يسلم على جاره في القرية اللي جنبه. دي نفس الكلام بالنسبه للقرى والكثافه السكانيه في بعض العالم. دي الكثافه في مصر قلنا حوالي 2270، الصين 350، الهند 600. يمكن كنا احنا بنتكلم عن القرى المطلوبه. مصر فيها 4720 قريه. مساحه القريه الواحده بالفدان حوالي 1200 فدان. اجمالي المساحه المطلوبه بالفدان 5,664,000. الاراضي اللي احنا ممكن نصلحها لو طورنا الارض في الميه في الري في الدلتا، وناخد الارض ونصلح في الصحراء ونعمل قرى مؤاخاه حوالي 1,884,000. المفروض بقيه المساحه لابد ان احنا نتحرك في السودان ونعمل ناخد 1,553,000 بصفة مبدئية، بحيث كل قرية في الدلتا يبقى لها قرية مؤاخاة في الأراضي الجديدة وأرض الأرض في السودان، بحيث إن يبقى في ربط بين القرى لهذا الموضوع. لسبب بسيط، إحنا عندنا مشكلة البناء على الأرض الزراعية الخصبة في أرض الدلتا ووادي النيل نتيجة لعدد السكان. عملنا دراسة على اللي اتبنى على الأرض الزراعية من سنة 2007، من سنة 84 لحد 2007، 1,000,000 فدان في الدلتا اتبنى. لما حسبنا المتوسط في السنة اتبنى 35,000 فدان. سنة الثورة المباركة ما تم بناءه على الأرض الزراعية 170,000 فدان. السنة اللي فاتت آخر أرقام عندنا 70,000 فدان. بهذا المعدل هتبقى الموضوع خطير. لو إحنا بنيجي نقول والله هنشدد العقوبة، هل ده حل صح؟ الفلاح بيخلف هنشيل ابنه على دماغه، لابد إن هو وهل الغرام النهارده إن أنا أعمل غرامة أو أدخله في السجن؟ كنت بتناقش مع عدد من وزراء الزراعة بقول يا إخوانا لو هذا القانون اتعمل معنى كده نص القرى، نص الناس بتوع القرى دول هيدخلوا السجون، وسياسيا غير مقبول. لابد ان احنا نوجد الحل اللي احنا بنتكلم عنه، وده اللي احنا قلنا عليه في الاستراتيجيه. فالجزء الثاني هي الارض في السودان. لما نيجي نتكلم بقى الفدان في الدلتا ثمنه حوالي 350,000 و500,000، طبعا الاراضي اللي هي المباني اغلى من كده. الارض
الأرض في السودان إيجارها لا يزيد عن 50 دولار، لو أرض تاني تاخدها مش ما هناك ما عندهمش التمليك نظام ولا إيه، فممكن إنها بحدود 200-300 دولار تقدر، وأرض خصبة جدا يعني يمكن عندهم على النيل الأزرق المية هناك بتيجي زي المية العكرة بتاع زمان لا يحتاج إلى تسميد. يعني في مواطن هنا من الجنوبية راح زرع موز في الخرطوم على النيل الأزرق، الإنتاجية بتاعته وصلت فيها 75 طن من الفدان، لأن الموز هناك مفيش فترة شتاء فشغالة على طول، والمية بتروى المية اللي هي محملة بالتمر، فبحيث إنها موجودة، وعمل هناك المية لو عملت مياه جوفية، المية الجوفية على طول 15 متر، في جزء كبير من الناس تركت في عملية الاستثمار. لما نيجي نتكلم ما هي الأرض المتاحة في السودان للاستثمار، أنا هتكلم حاليا على السودان، بتكلم عن شمالا وجنوبا. مساحة السودان شمالا وجنوبا 2.5 مليون كيلومتر مربع. مصر 1 مليون كيلومتر مربع واحنا عايشين على 40,000 كيلو منها. فالسودان بعد انفصال الجنوب، الجنوب 1 مليون كيلومتر مربع. وكان ليا حظ ان انا زرت جنوب السودان، دي قصة لوحدها يعني خطيرة جدا، ولا بد ان احنا نبدأ نعيد النظر في الاستثمارات فيها. يعني جميع الدول العربية راحت الاستثمار في شمال السودان، ومصر الى الان مترددة في انها تروح. الدم اللي انا كنت بتكلم عنه اللي هي قرى، الخطة المقترحة لمنع الدون على الارض الزراعية ان احنا نعمل قرى في الاراضي اللي هتستصلح زي ما بيجرى، وبعد كده نكمل في السودان. وده اللي هي اللي احنا قلناه انه يبقى في الولايه الشماليه وولايه نهر النيل، لان الارض فيها طبعا الاستثمار الزراعي في السودان معفي من الضرايب، انما في حاجه واحده تخفى الا وهي الزكاه. الزكاه في الولايه الشماليه وولايه نهر النيل بتبقى 2%، لانها الارض المرويه حسب الشرع بيبقى 2%. اما الاراضي من الخرطوم وجنوبا فالزكاه عليها 10%، لانك انت في ربنا بينزل مطر اخضر من السماء فانت ما تدفعش فلوس في الري، فالزكاه بتاعتها على حسب الشرع هي 10%. ده الكلام. طبعا كان في اتجاهات موجوده، يعني كان في عندنا في المزرعه بتاعتنا في شروق في اخوه من اتحاد المزارعين السودانيين جم، كان مع الاخ حماده وكان مع مجموعه وجم، وكانوا الاخوه السودانيين عرضوا اراضي هناك وان في اسر تتنقل وكان في مجموعه، وقالوا للاسف الكلام ده لم يتم له اي تنظيم. اللي احنا بنتكلم عنه لابد ان اتحادات الفلاحين تبدا تعمل في هذا الاتجاه اساسي، لانها مش فلاح لوحده هيروح هناك ويدخل على المخاطر والمعيشه، انما لابد انها يبقى منظمه، الارض تتاخد زي ما اي حاجه بتتاخد وتبدا تتقسم ويبقى اسهم، ويبقى في ممكن بنوك تدخل معاها. يعني البنك الاهلي مستعد اعتقد في هذا، وابتدى هو استثمارات زراعيه في السودان، بحيث انها تبقى نفس القرى فيها المصري وفيها الاخوه السودانيين. طبعا مصر والسودان طول عمرها، يعني في كلام كنت انا بروح السودان من سنه 84، في حب بالنسبه للمصريين في قلب السودان بغض النظر، ممكن يبقى زعلان ان احنا ما نعرفش التاريخ بالنسبه لهم، يمكن في عصر ايام المهديه والمشاكل اللي حصلت، انما السودانيين يحسوا ان المصريين هم اهلهم واحنا نفس الشعوب. يعني المصري اللي بيروح السودان ما يحسش انه غريب، ولا السوداني اللي بيجي مصر بيحس انه فرد. فالمفروض هي ان احنا نوجه هذا الكلام بحيث ان احنا اساسا نوقف موضوع البناء على الارض الزراعيه ونتحرك للاستثمار بالضبط. مشكله توفر المياه بصفه للزراعه والاسكان، تحديات المياه يمكن اتكلم عنها الدكتور، هي مشكلتنا احنا في مصر ان الميه
بتقل، مش بان لسه اتأثرت مصادر المياه بتاعتنا، انما المشاكل المياه قلت بتزيد بزياده عدد السكان. بيعرف حد الفقر المائي ان هو نصيب الفرد من 1000 متر مكعب ميه في السنه، عشان كل اغراضه من زراعه لاسكان لصناعه. احنا النهارده بزياده عدد السكان وصل نصيب الفرد من الميه 600 متر مكعب، ويظل في التناقص بسبب زياده عدد السكان، مش ان احنا لسه لا سد النهضه ولا المشاكل اللي هتبقى بيننا وبين السودان مع الاستثمار العربي في شمال السودان، اللي اعتقد هيبقى هو ده اللي هياثر على المشاكل. طبعا هنا بيتكلموا، وبرضه الدكتور اتكلم على كوبايه اللبن اللي انت بتاخدها الدجاجه بتحتاج اللحمه الكيلو بيحتاج 19 متر مكعب ميه، والجبنه بتحتاج كذا. هذا كلام يعني فعلا ينطبق على مصر، لان الزراعه عندنا مرويه. انما في بلاد زي السودان وزي جنوب السودان في ما يسمى بالماء الاخضر اللي هو المطر، فده ملوك. لا انت بتشغل له سولر وتحرق ولا بتدي ميه وتدي بنزين، لا ده انت نازله من بلاش، فده ما بيتحاسبش زي الميه اللي انا بشغلها بالمعدات. يعني الرقم ده صحيح بس في حاله الري، وانا بروي بمعدات بروي المطر والري، انما لو هي مطر اخضر يعني مثلا اللحمه والانتاج الحيواني في السودان، فيها في غرب السودان 100 مليون فدان مراعي طبيعيه، فيها اكثر من 50 مليون راس ما بين غنم وما بين بقر وما بين جمال، اللي احنا بنجيب منهم الجمال وبنجيب منهم البقر. فالمراعي الطبيعيه احنا هنا لما بنيجي في الاراضي الصحراويه ونزرع برسيم حجازي عشان ناكل مواشي، اقتصاديات كيلو اللحمه ما هوش صح، هيبقى غالي جدا وما اقدرش اطبقه. جميع المشروعات النهارده استصلاح في الصحراء اللي ابتدت تعمل انتاج حيواني للاسف كلها حققت خسائر وفضل. يعني في شركه ناتكو بتاعت الله يرحمه عبد المنعم سعودي، شركه برضه اللي هي دينا للانتاج طبعا اتباعت وشغالين، انما اعتقد انها مش شغاله بانتاج رسمي. طبعا حتى الاستهلاك المنزلي ليه استهلاك زي ما انتم شايفين للاستحمام كام، وده ايه يعني الميه، تحديات الميه. طبعا في التلوث، نصيب الفر عمال يقل بزياده عدد السكان، لازم ان احنا نواجه النفس بالحقيقه. لا يمكن هنا، يمكن دي النقطه دي مهمه قوي، لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. اعاده ترتيب اولويات استخدام الميه زي ما الدكتور اتكلم، الارتفاع المطرد لتكلفه الصرف. بالنسبه للفجوه الغذائيه 60% من الاكل بتاعنا مستورد. اما حسبنا المساحه اللازمه عشان اسد الفجوه النهارده محتاج على ارضي 10 مليون فدان. طب الميه اللازمه لري ال 10 مليون فدان موجودين في الصحارى عندنا. انما عشان ازرع ال 10 مليون فدان محتاج ميه، طب محتاج لهم ميه كام؟ محتاج 55 مليار متر مكعب، يعني عايز حصه فوق الحصه. المفروض الاراضي المستصلحه بنعتمد على ميه كلها فيها رف، سواء من ميه النيل بتبقى فيه محطات رف زي يمكن موضوع الصالحيه وزي موضوع النبريه طلع في النص، او ان احنا زي منطقه غرب الدلتا بنحفر ابار نازله 200 متر وش الميه على 100 متر، فتكلفه الميه غاليه، فلابد ان انا لما بشتغل فيها اقول متر الميه يجيب كام دولار ويدي كام فرصه عمل بالنسبه للناس. فكلمه الاكتفاء الذاتي، واحنا بقى اللي هي دي ماشيه معانا حلوه جدا وجميله، بس احنا بامكانياتنا وارضنا لا يمكن نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بتاعتنا هنا. الميه بتاعتي المفروض زي البترول لازم اقول متر الميه يجيب كام دولار. لو زرعتها قمح، الفدان بيجيب قمح اقصى حاجه 3 طن. ثمن الطن في السوق العالمي
كان 450 دولار انخفض بقى 250 دولار. علشان كده لما الحكومة قالت هنخفض نتيجة السعر العالمي وقامت المشاكل وحسبوا الإرداف بقى على 450 جنيه. اللي احنا بنقوله نعم 420 جنيه مظبوط. فما احنا بنتكلم ماليش دعوه كده، بتكلم على السعر وبالدولار. سعر الطن 450، هطلع 3 طن يعني 750 دولار. لو زرعنا محاصيل اللي هي النهارده الناس اللي بتستصلح الاراضي بتزرعها اللي هي محاصيل عاليه القيمه، عنب على سبيل المثال، فالطن العنب بيتباع بره بحوالي 2000 يورو. الفدان بيطلع 7 طن يعني 14000 يورو قدام اقل من 700 دولار من فدان الامل. وكذلك لما نحسب البرسيم الحيازي لابد ان انا في الشغل بتاعي في الصحراء ازرع محاصيل تدي فرص عمل. يعني احنا النهارده اللي بيزرعوا قمح النهارده في الصحراء بيزرعوه بمكن ويحصدوه بمكن، طب ولادنا مين اللي هيشتغلوا فين؟ والبيجو شغال بالكهرباء. يعني انت النهارده مساحه مزرعه كذا الف فدان ممكن تشغلها 10 افراد. احنا عايزين حاجات تحتاج عماله كثيفه عشان انها ده طبعا عن الامن الغذائي وحدود الازمه والغذاء الافتراضي والحركه. طبعا في حاجه اسمها الماء الافتراضي. احنا الغذاء اللي احنا بنستورده عشان نعمل فيه امن غذائي، يعني في ناس يقول لك مين اللي بيقول ان احنا عندنا نقص في الميه؟ لا ده انت عندك نقص في الميه. الاكل اللي انت بتجيبه من بره ده اللي هو حوالي 60% من اكلك ده فيه ميه حسبناها في 55 مليار متر مكعب ميه. يعني انت بتستورد ميه في المحاصيل اللي انت جايبها. ودي الخلطه دي بتبين التجاره في الميه في العالم. يمكن اكبر دوله بتصدر اللي عندها مطر زي امريكا، اوروبا، كندا، استراليا، البلاد اللي ربنا حباها المطر الطبيعي. طبعا يمكن في السودان هنتكلم عنها شويه بالنسبه لمصادر الميه. السودان مصادر الميه انا بتكلم برضه شمال وجنوب بينزل عليها مطر. يعني هي قلنا مساحتها 2.5 مليون كيلو متر مربع. مساحه الارض اللي فيها ميه وبتزرع 1 مليون كيلو متر مربع، 240 مليون فدان. جنوب السودان ده الحوض نمرة 3 بتاع نهر النيل. ده بينزل عليه لوحده 500 مليار متر مكعب. مية النيل ما بينزلش مية النيل منه لتر. كانت مصر بتعمل مشروعات في جنوب السودان اللي هي مشروع قناة جونجلي، وفي 3 مشروعات يوفروا لمصر حوالي 18 مليار متر مكعب، بس وقفت بالحرب بين الشمال والجنوب، وحاليا في امل انها تبدا تتحرك. ينزل عليها 500 مليون من 500 مليار متر مكعب مطر على السودان. لما رحنا السودان في جنوب السودان المطر عندهم من شهر ابريل لشهر نوفمبر بينزل على الفدان مطر 8000 متر مكعب، 2000 ملي، وارض طويه وحاجه يعني من اجمل ما يكون. عدد سكان جنوب السودان اللي هم على المليون فدان 11 مليون مواطن، وشغالين في قبائل الدلكة في الرعي وفي قبائل التانية للزراعة. ويقول في عدم أمن. الأمن هو عبارة عن إيه؟ بيموتوا في بعض بسبب بسيط جدا. القبائل اللي هي بتاعت الرعي بتدخل على قبائل اللي هي بتزرع بس. هم خلاف السودان، السودان بيبقوا شغالين زراعة ورعي، يعني كل بيت فلاح عنده 30 راس 35 ماشية، ما بيشتروا لهمش علف، كله على علف. سعر اللحمة في الخرطوم يصل أحيانا ل 8 جنيه الكيلو. ده من ضمن الحاجات. احنا هنا يمكن في مصر اللحمة تؤكل في الموسم، يعني الموسم. هناك الفطار بتاعهم في المكاتب تلاقوا جايبين اللحمة ويبدأ يفتح ويأكل. يعني قصدي ده الشيء. طبعا غير الاسماك، ما شفنا هناك في جنوب السودان فيها بحيرات كتير اسماك، فطار غدا عشاء سمك مقلي وجميع الاسماك. فده يعني يمكن الكلام اللي احنا بنقوله. وشمال السودان فيها لغايه الخرطوم بينزل عليها برضه 500
مليار، يعني السودان بينزل عليها 1000 مليار متر مكعب. لو نيجي بنقول مصادر النيل عند اثيوبيا بينزل عليها 500 مليار. بينزل في النيل الازرق 100 مليار من ال 500 اللي هم بيهللوا عليه. بقيه دول حوض النيل الجنوبي الثمانيه او التسعه بينزل عليها 500 مليار. النيل الابيض بينزل فيه 20 مليار متر مكعب من كل المساحه اللي هي بتنزل عليها. فبالتالي اللي احنا بنتكلم عنه بس جنوب السودان بينزل عليها قد اللي بينزل على اثيوبيا وقد اللي بينزل على سبع دول في دول كل دول. هنا بنتكلم عن التكامل الاقتصادي. اكثر 10 دول تصديرا واستيرادا للمياه الافتراضيه الدوله في الجدول اللي على اليمين الدول المصدره المستورده سريلانكا اليابان مصر. مصر مكتوبه هنا 80 مليار متر مكعب. انا بقول 55 مليار انما الرقم بالفعل. الدول المصدره امريكا كندا تايلاند ارجنتين الهند استراليا فيتنام. دي خريطه مصر. ده الاراضي اللي هي في الصحراء ونصيب الفرد وميه النيل. دي خطه الاستصلاح في مصر. مهما هنستصلح برضه يمكن احنا بنتكلم عن مليون ونص فدان. مليون ونص فدان اللي هيستصلحوا 75% منهم على مياه جوفيه. التنميه على مياه جوفيه دي تنميه غير مستدامه بمفهوم مين؟ الميه دي لها عمر 20 سنه 30 سنه والخبره عندنا في منطقه غرب الدلتا في عندنا 200,000 فدان الميه الابار اول ما فتحناها كانت بتطلع 150 متر مكعب ميه النهارده 70. الميه الملوحه بتاعتها كانت 300 جزء في المليون النهارده 2000 و2500 جزء في المليون. معنى كده ان انا ابور نص الارض عشان اقدر اخد انتاج. لو انا وزعت الميه على المساحه كلها فكارثه. الحاجه الثانيه ان انا عايز امنع البنى على الارض الزراعيه وان انا اودي بشر فيها. طيب لو ودينا مليون مواطن بعد 20 سنه والميه فضيت، المليون دول بقوا كام؟ 5 10 20 مليون. طيب فرصه الميه هرجعهم فين؟ صلحت اراضي وعملت بنيه اساسيه، عملت مدارس وجوامع ومستشفيات وطرق بمليارات. فرصه الميه هنخلي المنطقه دي نزود الاثار بتاعت مصر، يبقى نعمل رحلات الناس تروح كانت قريه كذا ودي. فطبعا لابد من اعاده النظر الخطه الاستراتيجيه اللي كانت معموله ان احنا نطور الارض الري في الدلتا نوفر ارض نصلح فيها. فلابد ان اي اراضي مستصلحه على مياه النيل والمثل في المجموعه اللي هي مطروحه في المليون ونص فدان هي تشرق لانها واخده من بحيره السد من اعلى من اوطى من الشمس. ده الموارد المائيه سواء جوفيه او خلافه في مصر دي كلها هنمشي فيها بسرعه. ده مشروعات استقطاب بعض الفوائد المائيه مشروع الباب الاكبر. تحديات مياه النيل حوض نهر النيل وبعض التحديات فيها. وده المياه الخضراء المياه الزرقاء التعاون. دي المشروعات اللي اتكلمنا عنها في جنوب السودان اللي هي جونجلي والثلاث مشروعات اللي يوفروا حوالي 18 مليار. ده صورة بالقمر الصناعي لمشروع جونجلي. خطر تأثر مصر من مياه النيل وإنشاء سد النهضة والاستثمار العربي في شمال السودان. في كلام كتير جدا على سد النهضة. من وجهة نظري إن سد النهضة مش هيبقى له تأثير عليا. لسبب بسيط جدا، المنطقة اللي هينشأ فيها سد النهضة بينزل عليها امطار حوالي 4000 متر مكعب. احنا سد النهضه يبعد عن سد الرصيرس اللي في السودان 40 كيلو. في هناك شركه اسمها الشركه السودانيه المصريه للتكامل الزراعي وانا كنت استشاري معاهم من سنه 80 بروح. فكنا بنزرع محاصيل كامله على مياه المطر. كنا بنزرع حوض درك
صويا سلسل كل المحاصيل وكانت انتاجيات عاليه جدا ما كانش فيها مشكله. كان الكلام بالنسبه للسبب ان هو هيكون ان هو كان في واحد من المستثمرين السعوديين هم اثيوبيا اللي هو العمودي وكان قال هيزرع مليون هكتار قمح، بس رجع في هذا الكلام لان هيزرع قمح هيزرع في غير الوقت هياخد ميه من السد، وده اللي كان حته خطر انما الارض في هذه المنطقه ما فيهاش بنيه اساسيه وما لهاش استوى بحيث انك حتى لو انتجت قمح هتصدره فيها. فهم هناك الزراعه المطريه بالطرق التقليديه ماشيه وجيده وما فيهاش اي مشاكل. فده الجزء الثاني. يمكن الجزء الثالث اللي كان بيتكلموا عن سد النهضه ان عمليه البناء انه على الارض رسوبيه وارتفاعه ضعف ارتفاع السد العالي. بس الضرر بتاعه للاسف لن يقع الا على السودان وعلى وهيقف على بحيره السد، انما السودان بترحب بيه يعني ما هيش معترضه لسبب ثاني خالص. انه زي ما حضراتكم عارفين هم عاملين حجم التخزين بتاعه كبير وعاملين بوابتين اللي قاعدين يتخانقوا عليه. هو خلال الموسم موسم المطر في اثيوبيا وفي السودان اللي هو بنسميه الخريف في الفتره من شهر 7 و8 و9 ثلاث اشهر. وهذا المطر هو اللي بيتم من على اثيوبيا. المطر لما بينزل فكان بيروح كله في البحر الابيض وكان بيعدم، لما عملنا بحيره السد فاحنا بنخزن. هو بقى بيخزنه مش عشان الزراعه انما هيخزنه عشان توليد الكهرباء، ده السبب انه عمله بوابتين. الميزه النسبيه بالنسبه للسودان في هذا السد ان نهر النيل الازرق بيبقى في خلال فتره عدم الامطار والفيضانات بيبقى ناشف ما بيستخدمش انه ياخد منه مصادر ميه. انما بوجود سد النهضه هيبقى الميه موجوده فيه وهتشجع الاستثمارات في بعض المشروعات هناك على النيل الازرق زي مشروع الرهب وخلافه انهم يقدر يزود الانتاجيه ويزود استاذ واحد مش هياثر عليا ازاي تفرض ملا الخزان في السنه اللي الفيضان فيها ضعيف. الاتفاق بينهم قالوا انها لو في امطار ضعيفه مش هيملوه، انما حتى لو ملاه هو طول السنه لازم يفتح عشان يصرف ويولد الكهرباء. بالظبط. والكلام بتاعي انا المفروض ان احنا ندخل شركه في هذا السد لان احنا لنا مصلحه في ان احنا ناخد كهرباء منهم. المفروض مثلا حته السد عندنا بتتملي في موسم معين في شهر 8 و9. مظبوط. في خلال الشهرين دول معنى كده ان الميه اللي هتجن مش هتجن في الشهرين دول، هتجن بقى طول السنه 12 شهر. معنى كده ان هتدينا بالعطاره على قدنا واللي احنا هنصرفه هنعود نصرف كل يوم عشان نروي الاراضي عندنا. فالمخزون اللي جاي يا دوبك على قد الرايق، اللي جاي على قد الرايق، اللي ما جاش يبقى احنا مش هنعرف نصرف لان احنا كنا بنخزنه بيجينا بخلال الشهرين دول ونخزنه طول السنه عندنا، يبقى المخزون بتاعنا موجود. هو اصبح المخزون بتاعنا مش هيجينا في الشهرين دول. انا هشرح لسعادتك النقطه دي، هشرح لسعادتك النقطه دي. هو الخوف من السنين اللي هيتملي فيها السد الخزان. على فكره في سدات، في سد تاني اتبنى في السودان، سد مروي طاقته التخزينيه 17 مليار اتملى وانت ما حسيتش بيه. خلاص؟ الفكره هتعمل على عدد سنين كبيره، انما الميه اللي بتتخزن اللي هو عاملها اللي هي 70 مليار المفروض ان هي خلال السنه لازم كلها تتصرف لانه عايز توليد كهرباء بصفه مستمره. وانت عندك الخزان. على فكره السد العالي لما اتبنى حمى مصر من السبب سنه من 7 سنوات العجاف وال7 سنوات اللي كان فيهم ميه عاليه اللي هي الدوره اللي بتحصل كل 500 سنه. خدت بال حضرتك؟ يعني اخر سنه في سنوات العجاف كان النيل وصل لاوطى، فانت السد اللي هو بحيره ناصر كافيه انها تغطيك الفترة حتى لو حصل فيها أي تخلف، بس في اتفاق بين الحكومة على أساس لو في الأمطار نزلت واطية ما يخزنوش في السنة دي ويسيبوا المية تطلع وتعدي من خلال البوابات وتولد كهرباء، يعني ما يبدأش ياخد المخزون بتاعه. ولغاية ما هتتملى بعد كده المية اللي هتنزل لازم هيصرفها لأنه هيوديها فين؟
عظيم. طب الماء اللي هتنزل الشيء الثاني بقى على فكره، النيل الابيض اللي هو جاي من الدول الاستوائيه من كينيا وتنزانيا وكده، ده شغال طول السنه، اللي هو جاي من بحيره فيكتوريا، بس الحجم بتاعه 20 مليار متر مكعب ميه. انما النيل الابيض، وعلى فكره النيل الازرق حتى لو حبوا الاثيوبيين يخزنوا ميه، هم على فكره في غير سد النهضه ده في اربع سدود معموله كلها لتوليد الكهرباء. لان الهضبه الاستوائيه، الهضبه الاثيوبيه ارتفاعها كام؟ 4 كيلو ونص، والمتوسط 3 كيلو ونص، يعني الميه، يعني ده السبب حتى ان كميه الميه الاساسيه اللي جالك من اثيوبيا، لان الانحدار عالي. لو حضرتك تشوف الميه شاقه في قلب الجبال، يعني حتى ما يقدرش ياخد من ميه النيل ويزرع حواليها في اثيوبيا. يعني على فكره احنا لغايه النهارده بناخد من حصه السودان 20 مليار. وبناء عليه لا اعتراض. نعم. بنحطهم ازاي من السودان؟ احنا حسبنا 25 مليار. لانهم ما هو عنده من الخرطوم وجنوبا. هشرح لك بقى خريطه السودان الزراعيه. الارض المزروعه مرويه زي حالتنا 4 مليون فدان. عندهم 20 مليون فدان زراعه مطريه فقيره. يعني 20 مليون فدان من المساحه اللي عندهم اللي هي 250 مليون فدان كله زراعه مطري، ما بياخدش ري. خلاص؟ فده ال 4 مليون، فهم ما بيستهلكوش حصتهم. ليهم هم الحصه بتاعتهم 20 مليار. اللي هي الاتفاق بتاع 59 اللي هو تم ما بين مصر والسودان واهمال واثيوبيا، وهي دي اللي عماله تهيص بيها دلوقتي في ان انت في الاتفاق ده واحنا دول المنبع ما خدتش راينا، وان وقتها كنا محتلين والمحتل هو اللي مضى عليه. انا بالمناسبه كنت في اللجنه الاستشاريه بتاع دول حوض النيل، اجتماعاتنا كانت في نيروبي وفي رواندا وكده. يعني قصدي بس نمشي بسرعه عشان ندي معلش يا دكتور، الموضوع ده مهم. يعني بناخد بتوع السودان دول بطريقه قانونيه بمزاجهم ولا غصب عنهم؟ نعم. بناخد ال 4 مليون مليون متر مكعب؟ لا غصب عنهم، لانه ما بيستخدمهاش وبتيجي عندك في وحده السد. هو مش محتاج، انما هو المفروض ان هو يبدا يستهلكه. انما هو عنده مطر، انما لو هيبدا في توسعات، يعني ده السبب ان انا في بيان عملته طلع في الجريده الرسميه السودانيه، ان انا قلت الاستثمار الزراعي العربي في شمال السودان اخطر من سد النهضه. السنه اللي فاتت في شمال السودان مليون فدان اتزرع بواسطه السعوديه. في 8 مليون فدان في السعوديه، طبعا السعوديه كان الاستثمار بتاعها على المياه الجوفيه. لما حصل ان الميه بقت مالحه وتطلع سخنه، مستوى الميه نزل بقى 2 كيلو ونص تحت، الملك طلع قرار ممنوع زراعه برسيم والمحاصيل، وابتدا يدي حق للجماعه السعوديين اللي يروح يستثمر في السودان كانه بيستثمر في السعوديه. البنك الزراعي السعودي بيموله، مش بس كده بيزرع محاصيل عشان يامن مشروعات الانتاج الحيواني اللي عنده في السعوديه ودول الخليج، فبيزرعوا هناك برسيم حجازي دراس ويتصدر. الدولة السعودية ودول الخليج بتدي دعم لكل طن داخل من العلف 100 دولار عشان يستمر. بالنسبة لنا احنا ده معامل تحويل رديء للمية. المفروض المية نزرع فيها حاجات أعلى قيمة. هنا ده حضرتك الخريطة بتاعت السدود. المحاصيل اللي يمكن زراعتها بقى في السودان يعني تنفع عليك مساعدتك لو قعدت في كل ده. بس ايه تأثير الحظر الاقتصادي الغربي على السودان؟ نعم. مش في حظر اقتصادي غربي على السودان على الحظر الغربي، بس ما منعش العرب انهم يروحوا يستثمروا. هو طبعا هم عايزين يرجعوا السودان، مش عشان يرجعوا السودان، عشان يرجعوا كل الدول العربيه. السودان دي جوهره الدول العربيه، جوهره. يعني هي مستقبل كلنا. على فكره عشان اديكم مقدمه تاريخيه، مصر والسودان كانت دوله واحده. قبل الثوره كان في مفاوضات، طبعا
جه محمد علي فتحها ما كانش رايح عشان يصطاد اسود ولا يفلي نسانيس، كان عشان ان هو بيأمن مستقبل. قبل الثوره في مفاوضات بين مصر وانجلترا للجلاء عن مصر. فشلت كلها بتمسك مصر بحقها في السودان. بدات بعدلي يكل سنه 1800 وحاجه، سعد باشا في سنه العشرينات، النحاس باشا وليه كلمته الشهيره تتقطع دراعي ولا تنفصل السودان، وصدقي بيه بن الشهير اللي ضيع السودان كان جمال عبد الناصر. اداهم حق تقرير المصير، نفس الغلطه اللي السودانيين عملوها لما ادوا حق تقرير المصير للجنوب في اتفاق نيباشا وانفصلت، وانا بعتقد ده خطا كبير. الشيء الثاني مسك القضيه واحد غر سياسي كان راح يترقص، وكانت نتيجه مش كويسه. مشى محمد نجيب كلنا عارفين كان حب السودانيين بالنسبه له. الجزء الرابع الذي لا يذكر ظهرت شخصيته كديكتاتوريه شويه في القبض على الجماعه الاخوان، فده لما جه الاستفتاء كان شيء طبيعي ان يحصل انفصال. لما نيجي نشوف مصر لما حصل الانفصال في بدايه الثوره، مصر تعدادنا كنا 19 مليون مش 92 مليون، كنا بنصدر قمح. طيب الزعماء بتوعنا الجدال كانوا بيتمسكوا بالسودان ليه؟ لانه عارف الجو، انت قاعد على 40,000 كيلو مربع وبتزيد مزايده شديده، محاولات تحديد النسل فشلت تماما سواء في ايام السادات او في اي حاجه لاسباب دينيه. فانت المفروض النهارده لابد انك انت يبقى ليك مكان لمصر صناعه. يعني فده الكلام اللي احنا دي اثيوبيا وسد النهضه، وبنتكلم عن سد النهضه والتاثيرات بتاعته والزلازل. طبعا احنا الوقت محدود، انما السدود والخزانات في دول حوض النيل، يمكن الرسم ده سد النهضه يبعد 40 كيلو عن سد الرصيص اللي في السودان. على فكره سد النهضه ليه حاجات، في واحد يعني قصدي حاجات فايده. اول حاجه انه هيمنع الاطماء على السدود، في سدود في السودان مقفول منهم سد الرصيص، كان كل مساحه التخزين بتاعته اتملت طن وعلوه عشان يحافظ على الميه. في سدود تانية كانت في السودان برضه ابتدت تسد، فده هيقلل من الاطماء، ودي من ضمن الاسباب التانية في ان السودان قبل عليه. حتى هيقلل الاطماء في بحيره السد هو عندنا. احنا عندنا في مشكله ما حدش قادر يفهمها، طمي النيل اللي اتحجز اللي ما عادش بيجي عندنا. النهارده عارف ترسيب طمي النيل بيرصد فين؟ بيرصد في وادي حلف 600 كيلو خلف السد. 600 كيلو سد خلف السد، وكل سنه ليا واحد صديقي واخد هناك حوالي 8000 فدان، كل سنه ارضه بيزيد 2000 فدان من الطمن. البطن بتاع النيل بيعلى والترصيد بيرجع ورا ورا ورا. في احتماليه ان ممكن مجرى النيل ده يتسد، نهر النيل بدل ما السد النهضه ولا السودان تاخده، لا ده ينزل البحر الاحمر او يروح ليبيا او يروح تشاد. ده احتمال خطر. يعني اللي انا بتكلم عنه، فممكن سد النهضه هيقلل الى حد ما من ريسك التمر. انما احنا العصبيه افضل. طب في احتمال يا دكتور طب الطبي ده مش ممكن يتعبى زي الكيماوي يا دكتور ويقرر؟ لا ما كان في الفكره الوحيده اللي كان عملها واحد اسمه ابراهيم كامل مهندس، هو من المنوفيه. فكان فكر في انه يعمل سايفونز، سيفونات زي اللي احنا بنريب السيفون، بحيث ان هي الميه تطلع على طول، وكان هيعمل وادي موازي للوادي اللي يمر في الوادي الجديد يوصل لغايه سيوه، بحيث ان انا الميه تتحرك وتجيب الطمي. انما الطمي هتحركه 600 كيلو ازاي؟ حتى لو طلعته من الميه وعبيته شكايه، انت عارف كميته قد ايه بالنسبه للغرض المصري؟ كان كميه كبيره جدا. فده استحاله بالنسبه للطمي. ده واحد كتب عن الكوارث، يعني ده هيزود النحر كمان. ده حضرتك ده انا جايبه ده لكلام الناس اللي هي بتتكلم من غير علم، افكار غير مدروسه وخاطئه عن سد النهضه وفيها رؤيه غير منطقيه. انخفاض حصه مصر لميه النيل، ده الميه هتولد الكهرباء وجايه لك. انخفاض الكهرباء مولد السد، الميه هي هي اللي هتولد الكهرباء عندهم، هتيجي تولد عندك كهرباء. انخفاض حاد في نصيب المواطن المصري مياه عصر الفقر المائي، الفقر المائي بزياده عدد السكان مش بانها تحدث. تبوير حوالي 2 مليون فدان، كل ده كلام تهيج
ولا ليه الاساس؟ ده وجهه نظر. ماشي ماشي، هو مش كان في اتفاقيه للحفاظ على حصه مصر او حصه السودان او حصه الدول المندوبه او دول الخدم النيل، ان كل دوله لها حصه قد كده؟ ما حضرتك الحصص لا، ما فيش غير مصر والسودان ولم تذكر اثيوبيا ولا اي دوله ثانيه، وده اعتراض دول حوض النيل. ده نمره واحد. نمره اثنين بقى حضرتك، ان يعني الميه بتجيلك هما ما يقدرش يمنعها، يعني زي بالعربي كده، هو الجيله بتفرز بول وهينزل مسد، لو البول ده ما نزلش هيعمل ايه؟ تسمم. فده ميه ما تقدرش تمنعها. يعني ما كانش فيه حس او تفريغ. لا لا، في اتفاقيات اللي كانت عامله ميه النيل على هشرح عن سعادتك ما هي الاتفاقيات اللي تمت. يا في اتفاقيات كتيره انها مفيش حد يعمل اي مشروع على النيل ممكن يؤثر على حصه مصر المائيه من غير ما ياخد موافقتها. ده اللي هم معترضين عليه. خلاص؟ ما انا عايز اشرح. ايه ميه اللي انا عايز اقوله لحضرتك حاجه. هذا المشروع مش هيأثر على كميه ميه النيل، اللي ممكن يأثر واحنا مش هندخل مهما يحصل ان احنا ندخل في مشاكل مع السودان مثلا على الاستثمار الزراعي العربي في شمال السودان. دول العرب اللي هم دلوقتي بيدوك فلوس، والسودان اللي هي املك في المستقبل انك انت تقدر تحل مشاكل مصر المزمنه. خلاص؟ فاللي انا بتكلم عنه حضرتك هذه الاتفاقيات جم بتوع القانون بتوع وزاره الطاقه. في حاجات في الدوله لها الحق ده ممكن يلتزم، وفي بلاد ثانيه لم تلتزم، انما انت هتقدر تعمل ايه؟ يعني هل نفكر في التفكير ان انا زي ايام الاخ علام الدكتور علام لما قال لك خط احمر، هل ممكن ان احنا نكرر ماساه اليمن نحارب في اثيوبيا؟ تعداد اثيوبيا النهارده 180 مليون، وهضبه مش من اعلى من اليمن 4.5 كيلو، هتروح تعمل حرب بال تاني؟ وبعدين حاجه ثانيه، هتروح تعمل الفكره اللي اتعملت انك تضرب السد بقنابل، تاني يوم هيضرب لك السد العالي ومصر ترجع الى عصر الغابه. الميه مش كل المشاكل بتتحل بالحروب. ده اللي بيقولوا ملناش حل. فاحنا لما نروح نتنازل عن حقنا اللي هم المفروض كانوا يحافظوا لنا على 55 مليار، اديناهم كارت بلانش، كارت ابيض ان هم ايه يا فندم، لم يحدث اي تنازل من اي مسؤول في مصر عن متر مكعب ميه، لان كل التاكيدات ان لن يحدث عليها تاثير، وانا بؤكد مع حضرتك هذا الكلام، والدراسات اللي اتعملت في وزاره الري بعد كده مفيش فعلا تاثير. لو سمعت يا دكتور معلش، يعني هل ممكن اسرائيل يكون لها دخل بحيث انه يقول لي مثلا انا هبعت لك ال 55 مليار بتوعك بس ودي لي مثلا 5 مليار لاسرائيل؟ لا معلش، يعني هو ظن بس. ده بتاع الاخ بتاع مين؟ الاخ مين؟ اللي هو مشهور مجلس الشعب اللي هو عمل، انا ما اعرفش والله، رئيس الجمهوريه. لا انا ما اعرفش، لا ده انا جايبها انا من نفسي. عكاشه ايه؟ عكاشه في عكاشه، انا والله ما بسمعهوش. لا ده والله ما بسمعه، ده يعني بقه يعني تفيف في بقه بعض. ممكن. طب ليه مصر ما تساعدش اثيوبيا في توليد الكهرباء؟ كتب ليا مقاله في جريده المصري اليوم بنقول بدل ما ندخل، لا ندخل شركه ونستفيد. نروح يا اخي ناخد ارض ونزرع هناك، كل ده ممكن، انما ان انا النهارده اوصلها الازمه ان احنا هنمسك نقطع هدوم بعض، ولا حد هيكون مستفيد. ده تاثير الاستثمارات العربيه الخاصه في ولايات الشريف. ده اللي انا اهميه الاستثمار في السودان، ولايه نهر النيل، ولايه الشماليه. انا يعني اسف لان انا دلوقتي الساعه 4 معانا هيخلص امتى؟ خلص؟ لا ده في ناس بعديه ما اقدرش. انا بحاول هنا امكانيه الري ده، حضرتك راي كان جه راي اسمه الفلوبي سيستم، ده اللي انا بقترح تطوير الري في الدلتا يكون موجود هناك. اكثر من 60,000 فدان شركه اماراتيه بتصنعه وعملته في شمال السودان. ده الاخوه السودانيين لما راحوا جنوب افريقيا عشان يعملوه. ده في مصر، ده نظام ري بالرش، كابلات عاليه ما يتسرقش الرشاشات. ده التوزيع بتاع الميه بتاعه، يزرعوا تحت الذره موز خضار خضر زور قطف قطن
فكره برضو ان بدل ما يزرعوا الشماليه ام برسيم يزرعوا معصيه. ده دراسات جدوى بالنسبه للقطن. ده الجدول هو بيحدد الميه ان متر الميه يدي كام خمسة عمل ويدي كام دولار، وبناء عليه محاصيل حرام ان احنا نزرعها بالميه واحنا نضرب الميه عاملينها بنروي بالري. ده الزراعه طبعا اللي هي بتاعت العرب، بياخدوا الصحراء يدوب الخضار وكلها ميكنه يشتغل ويزرع وبرسيم ويعمل تريس ويتصدر، وده اعلاف ذره ويعملها علف ويعمل كذا مكان كلها عشان يقلل اللي هي شركه المراعي في السعوديه عندها استثمارات كبيره وشركات كتيره ويأمن استخدام للميه حرام. الميه بتخلي المشروعات بتاعتها في الانتاج الحيواني في الصحراء السعوديه خلاص. هنا بقى ده السعوديين، انت بتقول زراعه الموز في مصر والسودان، هنا العرب زي ما راح السودان جاوا في مصر وبيزرعوا الاعلاف وبيصدروها. لا هم جايين في الاثنين مصر والسودان. عايز اشرح على ساعات مصر والسودان هم بيشتغلوا في الحته اللي هي من الخرطوم لغايه حدود البحر الابيض. ليه؟ لان المعدات اللي هم بيزرعوا بيها البيفوتات لو نزلوا جنوب الخرطوم الارض طينيه وفي مصر هيحصل لها ستاكن فمش هيقدر يستخدم المعدات اللي عندهم في الحصاد وخلافه. مجرد ما المطر ينزل ما فيش المناطق المطريه هناك بيبدا قبل موسم المطر يحرق الحرس وبعدين سطاره يزرع وبعدين ياخد الزرع بتاعه ويروح يقعد في القبطيه حته كده تمام لغايه موسم المطر ما يخلص ويحصد ويطلع. انما بتبقى كل حاجه ما تظهرش. يعني كنا هناك في المزرعه بتاعت الشركه السودانيه المصريه بنروح بالطيارات بتاعت اللي بترش المبيدات ما فيش طريق. يعني انت مجرد من المطر، فبالتالي الارض اللي هو يقدر يشتغل فيها معداته اللي هي الارض اللي زي الصحراويه اللي عندنا واللي عند السودان، هو مش شغال في الارض السودانيه اللي هي فعلا الخصبه اللي هي جنوب الخرطوم، هو شغال في الارض اللي هي توازي الارض المصريه الصحراويه. يزرع برضه سنة كاملة؟ نعم. يزرع سنة كاملة؟ لو برسيم حجازي بيزرع سنة كاملة، كله مروي من مصدر مية حاليا مياه جوفية، بس بعد كده لأنه عملوا سد مروي لابد هياخد من مية النيل. هنا دي كلها بالنسبة هذه بقى ده يمكن صورة واخدها في شمال السودان والولاية الشمالية. معدات جاية من السعودية تتفك وتتركب وابتدوا على طول يعملوا خبار ويزرع فيها واحد بيزرع في شمال السودان. هنا طبعا الاراضي ونصيب الفرد النهارده مع تفتيت الملكيه نصيب الفرد 13% من الفدان، يعني ثلاث قراريط خلاف الميه. فبالتالي دي ما تاكلش عيش، لابد يدور على شغل. ابتدينا هنفقد الفلاح. يعني احنا النهارده افريقيا كلها ما فيهاش غير اربع دول فيهم فلاحين، خمس دول، اربع دول في شمال افريقيا مصر وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا، خمس دول. الباقي كله بيزرع زراعات مطريه فقيره. السودان فيه مشروع زراعي اللي هو مشروع الجزيره اربعه. بالمناسبه هذا المشروع اتعمل نكايه في مصر. الانجليز لما قامت ثوره 19 والمصريين قطعوا المنتج الانجليزي فعملوا شد ودن مصر مشروع الجزيره عشان يزرع قطن، لان كانت مصانع لانكشاير شغاله على القطن المصري فخلوا السودان تنتج قطن مصانع لما هو كان معمول اصلا. حاليا في مشروعات بتاخد ري من النيل الا وهي انتاج قصب السكر، وهناك له ميزه نسبيه في عندهم مشروع عسلايا كنانه وعسلايا والبحر الابيض المتوسط. الميزه احتياجات هناك الفدان في اليوم 25 متر مكعب، هنا احتياجات الميه في كومومبو 55 متر مكعب ميه للفدان في اليوم. ليه؟ لان عندهم موسم الخريف بيبقى فيه سحب ومطر. خلاص خلاص هخلص ده كل
مفيش خطر من سد النهضه. ايه 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 الكلمة بقى لما كنت بقى انا على فكرة كنت في اكتر من موقع في الاستراتيجية كل ما اذكر هذا يقول لك يا اخوانا ده السودان ما فيهاش دم، قلت لهم نعم ومصر هي اللي فيها دم. وبعدين هل الناس اللي بتروح تستثمر سواء صينيين او خلاف دول رجالة واحنا نسوان لابسين طرح؟ مش منطق يعني. انت يوم دكتور